لو كان لديك حاجة ملحة تقضيها في آخر البلدة، ركبت سيارتك وانطلقت، وقبل وصولك للمكان رأيت لوحة كتب عليها الطريق مغلق بسبب انهيارات في الأرض، فهل ستتابع المسير؟ بالطبع لا، ستدير مقود السيارة وتعود حيث أتيت. حسناً، لو افترضنا أن دابة وصلت إلى المكان نفسه، هل ستتوقف؟ بالطبع لا، ستتابع المسير حتى تصل إلى مكان الانهيارات، عندها ربما تغير مسارها. هذا الأمر يقودنا إلى أن الدابة لا يحكمها إلا الواقع، بينما الإنسان يحكمه نص وعقل يدرك المخاطر. هذا الشهر الكريم هو فرصة عظيمة لضبط بوصلة الطريق بشكلها الصحيح. رمضان فرصة لا تعوض كي نخلع عن كاهلنا قدر ما نستطيع من العادات السيئة التي قد توقعنا في منتصف الطريق بوحل من الأمراض الجسدية والنفسية، لنجعل من صيامنا في هذا الشهر الفضيل فرصة للتغيير.